في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها واستغلالا لمعلومات عملياتية، استطاعت مصالحي بفرقة الشرطة القضائية بأم دائرة وادي الهيو من توقيف 4 أشخاص في قضية التزوير واستعمال المزور لأختام رسمية وفي المحررات الإدارية والرسمية. العملية مكنت من استرجاع 3 حواسيب تستعمل في عمل التزوير، جهاز سكانر يستعمل في عملية صنع وتقليد الأختام الرسمية. كما مكنت العملية أيضا من استرجاع وحجز 135 ختم مزور يخص عدة مؤسسات عمومية وخاصة، استرجاع كذلك 10 جوازات سفر، 9 سجلات تجارية كلها مزورة، مجموعة من الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية كلها مزورة أيضا. بعد استنفاذ عملية التحقيق الابتدائي، قدم الأشخاص 4 المشتبه فيهم رفقة المحجوزات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الهيو.